سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا في أغسطس بنسبة 9.1%. وأوضحت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي أن أسعار الطاقة المرتفعة هي القوة الدافعة الرئيسية لارتفاع التضخم في أوروبا، ويعتبر هذا المعدل هو الرقم القياسي التاسع على التوالي لارتفاع أسعار المستهلكين في المنطقة الأوروبية، حيث بدأ الارتفاع في نوفمبر 2021، كما بلغ معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو 8.9% على أساس سنوي في شهر يوليو. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور وليد جابالة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، بعد التحية، قراءتك للارتفاع القياسي في نسبة التضخم بمنطقة اليورو ودلالة هذه النسبة؟ الواقع أن التضخم اللي بيتم في منطقة اليورو هو تضخم متوقع ومنطقي ومقصود، ويمكن أن نطلق عليها أنه تضخم مصطنع. فالعقوبات الأوروبية التي تم تقريرها على روسيا كان من الطبيعي ومن المتوقع أنها ستحدث ذلك التضخم. ففكرة الاستغناء عن الغاز الروسي وفرض عقوبات كبيرة، الأمر بيتجاوز الغاز، فهناك تشابكات اقتصادية كبيرة جدا ما بين أوروبا وروسيا. المواد الخام في الكثير من المصانع الروسية بيتم استيرادها من روسيا. أوروبا كانت تعلم جيدا وهي تقرر العقوبات أن تلك العقوبات ستضر روسيا كما أنها ستضر أوروبا، ولكن هي القضية فكرة من سيكون أكثر صمودا، فمن سيصمد هو الذي سينتصر. بالتالي يمكن أن نطبق هذه القاعدة على كافة دول العالم. الاقتصاد العالمي يواجه أزمة كبيرة متعلقة بتضخم له أسباب كثيرة، أسباب متعلقة بتداعيات كورونا التي لا زالت تؤثر في الاقتصاد العالمي، والتي من أهمها ارتفاع تكلفة النقل والمشاكل في سلاسل الإمداد، مشاكل متعلقة بالعقوبات التي تم تقريرها على روسيا وخلقت حالة من التضخم الكبير، مشاكل أخرى متعلقة بتكلفة التحول الأخضر وتكلفة إنتاج الطاقة البديلة. كل هذه المتغيرات السريعة المتلاحقة كانت معلومة، ولكن هي القضية هي أن بعض الدول تحاول إلقاء كرة اللهب على الأخرى، بعض المناطق تحاول إلقاء كرة اللهب على الأخرى. الأكثر صمودا هو الذي سينتصر، والجميع يقوم بخطط محلية وإقليمية في محاولة امتصاص تلك الصدمة. لأن في ضوء هذه المعطيات التي ذكرتها دكتور وليد، ما هي أبرز الإجراءات العاجلة من وجهة نظرك التي ستفرض نفسها على القرار الأوروبي خلال الفترة القادمة لكبح جماح هذا التضخم؟ الحقيقة بدأ من الجانب الأوروبي أنه لا يريد أن يتراجع في هذا الملف من ناحية روسيا، ولكنه يبحث عن بدائل، يبحث عن بدائل في الغاز، يبحث عن بدائل. هناك أفكار متعلقة بخط غاز يربط ما بين غاز شرق المتوسط وأوروبا عن طريق إيطاليا أو عن طريق تركيا. هناك مشروعات للغاز للهيدروجين الأخضر في شمال إفريقيا. هناك خطة ترشيد للطاقة في أوروبا، ولكن هي القضية أن كل المخططات تحتاج إلى وقت. أصعب مرحلة في مراحل الأزمة هي الشتاء القادم. الشتاء القادم بالنسبة لأوروبا سيكون صعب جدا، فرغم خطط الترشيد ورغم خطط خلق البدائل إلا أنه سيكون شتاء صعبا، سواء في مجال تدفئة المنازل أو في مجال توفير الطاقة للمصانع. ولكن إذا استمر الأمر للشتاء ما بعد القادم، أتصور فإن الحلول التي تعمل عليها أوروبا ستكون بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية. أشكرك جزيل الشكر دكتور وليد جابالة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن روسيا تحاول التأثير على قرارات أوروبا من خلال خفضها واردات الغاز. أضاف شولتس أن بلاده ستركز على أن تبقى أسعار الغاز في مستويات معقولة لخفض التكاليف على المستهلكين الأوروبيين. أكد المستشار الألماني ضرورة الحفاظ على الوحدة الأوروبية في ظل ازدياد التعقيدات في العالم. وصل التضخم في سريلانكا إلى مستوى قياسي مرتفع جديد في أغسطس الماضي. وقالت هيئة الإحصاء السريلانكية في بيان لها إن أسعار المستهلك في العاصمة كولومبو
ارتفعت بنسبة 64.3% مقارنة بالعام السابق، وأظهرت البيانات ارتفاع تكاليف النقل لما يقرب من 150%، بينما ارتفعت أسعار الغذاء لأكثر من 93%.